في عرض بطريق استجيب ناس معاهم كانوا مدربين مسؤولين عن تدريب المستعمره الصغيره بتاعتنا اللي فيها 10 بطريق كلهم جايين من انتر. عايزين كمان لما نبدا الشو بتاعنا نرجع اقوى ورا الوايت جينز دي ويا ريت نخلي ايدينا ورا برده الشباك الابيض وكمان نخلي الاطفال يطلعوا قدام عشان يشوفوا البينجوينز بشكل احسن. النهارده هتكون معلومات كتيره جدا عن البينجوينز وفي اخر العرض هيكون معانا سؤال اللي هيجاوب عليه هيجي يقعد هنا جنب البينجوين فركزوا كويس جدا في المعلومات اللي احنا بنقولها. اول هنقول لكم ان في 18 نوع من انواع البينجوينز موجودين في العالم. اكبر نوع بيقولوا عليه الامبرور او الامبراطور ده طوله حوالي 1.20 متر ووزنه 40 كيلو. اصغرهم اسمه لاند بلو او البطريق الازرق الصغير ده طوله حوالي 30 سنتي ووزنه 1 كيلو بس. احنا عندنا هنا من ضمن ال 18 دول نوعين بس، نوع اسمه جينتو ونوع تاني اسمه تشينسترا. تعرفين مين اشهر بينجوين موجود في سكيزي؟ حد يعرف اسمه ايه؟ سلطان. الامبرور سلطان. اوكي تحبوا تشوفوا سلطان ولا بينجوين تاني؟ طيب ممكن ينادي على سلطان؟ 1 2 3 سلطان. اوكي رحبوا معايا يا فيروس سلطان. سلطان هو من فصيله اسمها جينتو بينجوين، سهل جدا ان احنا نعرفها بالعلامات البيضاء الموجوده حوالين العين. لون المطار بتاعهم اورنج ولون رجليهم اورنج وده النوع الوحيد في 18 مليون ريال. طوله حوالي 76 سنتي وزنه بيتراوح ما بين 4.5 ل 8 كيلو وهو من انواع المشتري. طيب سؤال البينجوينز ار زي بيردز اور مامز؟ هل هم طيور ولا ثدييات؟ طيور. هي طيور. واي زي ار بيردز؟ افتكروا ليه؟ ها؟ فيجر. ايه رايك لو قلت لك ان دي فليبرز دي زعانف مش جناحات بس هما بيردز because they have feathers and زي ليج عشان بيبيدوا وعندهم ريش. طيب سؤال تاني زي كام فلايت بيقدروا يطيروا؟ احمد شايف البينجوين قاعد فين؟ تاكيد 100%. اوكي ليتس سي. اوكي سلطان فروم هير اوفر ذير فلاي نو they cannot fly ما بيقدروش يطيروا ده لان وزنهم تقيل. وتاني حاجه اللي على جسمهم دي فليبرز بس بيقدروا يعملوا حاجه ثانيه كويسه جدا بيقدروا يقوموا. ممكن نشجع سلطان ان هو ينزل الميه؟ لسه هينزل البول. جو سلطان يس. They can swim as a fast dolphin from 36 كيلومتر بير اور 40. بيقدروا يقوموا بنفس سرعه الدولفين 36 كيلومتر في الساعه ودي تقريبا نفس سرعه الدولفين. اول ما سلطان يطلع من الميه هنلاحظ ان جسمه شايني بيلمع والميه اختفت من على جسمه ده لان البينجوينز تفرز من جسمها زيت بتغطي بيه كل الريش بتاعها عشان تبقى ووتر بروف عشان تبقى مضاده للميه. كمان اللون الابيض والاسود ده مهم جدا بالنسبه لهم لان هو بيساعدهم على التخفي. ازاي؟ اللون الاسود لما بينزلوا في قاع المحيط كاموفلاج. برافو عليك فيري جود. المفترسين زي الشاركس وزي السي لاينز اللي بياكلوهم مش بيشوفوه. وين اللون الابيض لما يطلع على سطح الميه مع اشعة الشمس منعكسه مع السنو بيساعدهم كويس جدا برضو على التخفي. طيب البينجوينز بتاكل ايه غير الفيش تفتكروا؟ بس فرايز؟ بياكلوا فرايز ممكن؟ بيتزا؟ سمك؟ احنا قلنا ان هم بياكلوا سمك بياكلوا ايه تاني؟ عبقرية. هم بياكلوا كاليماري وبياكلوا كريل ده جمبري بس جمبري صغير جدا وكمان بياكلوا سردين. بس رغم كل اللي قلناه ده على البينجوينز الا انهم بيواجهوا خطر الانقراض بسبب ثلاث حاجات مهمين جدا. اوكي طيب اسمك ايه الاول؟ عمر مروان. اوكي ممكن تيجي معانا هنا من الناحيه دي؟ تعالى بسرعه ايه يلا بسرعه. اوكي عمر مروان دلوقتي هيكلمنا عن البينجوينز ازاي بتموت او ايه اللي بيؤدي لكفار اعداد البينجوينز. مش بس البينجوينز حيوانات كثيره جدا بتواجه خطر الانقراض ومروان هيقول لنا دلوقتي. اوكي ممكن نسقف له سقفه كبيره الاول؟ اوكي اسمك ايه؟ تقدر تقول لنا ليه البينجوينز بتواجه خطر الانقراض؟ اول حاجه عشان الكلايمت تشينج، تاني حاجه عشان جلدهم بيبقى كويس قوي ان هو يتخفيهم للناس فهم بيستدوهم الناس فبيبيعوهم عشان يكسبوا فلوس. ايه تاني غير الكلايمت تشينج بتفتكر ان هو بيواجه البينجوينز؟ فكر كده معايا، حاجة احنا بنستخدمها كل يوم في بيتنا بلاستيك. يس بلاستيك اللي احنا بنستخدمه كل يوم في بيتنا مش بس بيموت البينجوينز ده بيموت حيوانات كتيرة جدا جدا جدا. طيب 5000 سنة
بص هو بيقعد من 450 سنة ل 500 سنة لكيس البلاستيك الوحيد اللي احنا بنستخدمه. هقول لكم مثال. شايفه؟ ها؟ ما بيديش، برافو عليكم، ما بيديش بعد فترة طويلة جدا. هقول لكم مثال بسيط، كلنا بنروح الفود كورت صح؟ وبناخد مشروب درينك بتاعنا، مع الدرينك ده بيجي لنا ايه نشرب؟ اللي هو السترو اللي احنا بنستخدمها، وبنشرب الاسترووز دي شاليمو، بعد كده بنرميها ملهاش أي استخدام تاني. الاسترووز دي بتوصل البيجمنز والتيركلز والحيوانات البحريه في البحر والمحيط، تشوفها انها الاكل بتاعها فتاكلها، وعشان البلاستيك بيتهدم في معده الحيوانات دي فبيستاك في معدتهم بكميات كبيره جدا، وفي الاخر بيموتوا. حاجه مؤسفه جدا. طيب احنا بنقول الكلام ده هنا ليه؟ بنقول الكلام ده عشان احنا نقدر نساعد البيجمنز، مش جايين بس نساعد الارض، جايين كمان نساعد البيجمنز والحيوانات البحريه التانيه. طيب احنا نقدر نعمل ايه؟ نقدر ان احنا اول ما نروح الفود كورت نشرب على طول بالكاب بتاعنا، ما نستخدمش البلاستيك سترو، او لما نيجي نعمل شوبينج مش لازم نرجع ب 30 كيس 40 كيس، ممكن نرجع ب 2 بلاستيك كاتس لو احنا مضطرين نستخدمها، نحط فيها كل حاجتنا عشان نساعد الكائنات دي انها تعيش وقت اطول. ودلوقتي جه معاد السؤال بتاعنا، اوكي احنا بنسال سؤال واللي بيجاوب عليه شرط اساسي يرفع ايده، بيجي يقعد هنا جنب البينجون زي ما اتفقنا. انا هرجع ورا عشان اشوف اسرع واحد ارفع ايده. احنا قلنا لسه ما سالتش. اوكي احنا قلنا ان الجنتو بينجون اللي هو ده بيعوم بسرعه عاليه جدا، هي كام تقريبا؟ يس 36 40، برافو عليك، اتفضل معايا من هنا. اوكي هو كان اسرع. وبكده يكون عرضنا خلص النهارده، بس لسه عندنا عرض تاني الساعه 4 والساعه 6 والساعه 8، لو عايزين نقابل 10 بينجونز نقعد معاهم لمده 40 دقيقه، نشوف البول بتاعهم، نعرف عنهم اكتر، نعمل ابجريد للتيكت بتاعتنا في الادمشن. From my side from Mariwan all the penguins team thank you for coming, wish you a happy day in Skiji, enjoy your day, bye bye.